علي أقتله. وصلت إلى نهاية الطريق، الموت ينتظرك. لا ذنب لي. إنه خنجر جميل وحاد، ولكن الخنجر الحاد يجرح صاحبه أولا. اعلم إن تجرأت وكذبت علينا سوف نقطع لسانك. عفو عني، السيدة زهرة طلبت مني إحضار السم، لم أكن أعرف ما تنوي فعله به. ألم أقل لك إنني سأقطع لسانك إن كذب؟ الأميرة صوفيا لقد أشبرتني، هددتني بأولادي إن لم أفعل ذلك، سامحوني. لما كنت في القلعة إذن؟ قلت لصوفيا إنني بذلت ما بوسعي وطلبت منها أن تبتعد عن عائلتي من بعد الآن. هذه الأخبار لا تكفي لكي نعفو عنك ونخلي سبيلك، نريد المزيد بعد. قائد السوبتاي جاء لزيارة صوفيا، ومن الآن سيتحركان معا ضدكم. لقد حاولت جعل وليمتنا حدادا وقبيلتنا مقبرة، وفي أعرافنا لا نعفو عن الخيانة، ليكن بعلمك.